الموقع ديال ما فريق راسينغ البيضاوي اللي داز بالتعادل نقطة لصالح كل فريق. الشوط الأول كان فريق الاتحاد البيضاوي موفق على المباراة وسجل هدف، الشوط الثاني راك اللي دخل وسجل هدف التعادل. ضروري الفرقة كدوز في مرحلة فراغ اللي دزنا من هاد الماتشات كاملين اللي ضيعنا النقاط بزاف. إن شاء الله غنقول الكلمة ديالنا إن شاء الله المقابلات واش بداو إن شاء الله نقول الكلمة ديالنا إن شاء الله في الروشور إن شاء الله باش نعاودوا هاد الشيء كامل اللي داز إن شاء الله. شكرا. كيف شفتوا كانوا عندنا واحد النتائج سلبية اللي من بعد واحد ثلاثة الماتشات أربعة الماتشات ما جبناش نقاط بزاف، جبنا شي جوج ماتشات في خمسة الماتشات، جوج نقاط في خمسة الماتشات. كنا باغيين اليوم نعاودوا هاد النتائج السلبيه ونحققوا الفوز، ما جابش الله. كنا رابحين في بروميير ميتون، دوزيام ميتون تماركا عندنا بيوت اللي كان ما كانش خاصو يتماركا، وان شاء الله نعوضوا هاد النتائج في الروتور ونكونوا اكثر جديه ونحاولوا ان نعوضوا لهاد الجمهور هذا ونردوا ليه الفرحه اللي كيستحق. من ناحيه البرمجه لعبت اربعه الماتشات في وقت الواجهات ماشي عائق وراه تقريبا لعبنا خمسة الماتشات في دو سومين، يعني جوج ماتش خمسة الماتشات في 15 يوم قاصحة شوية، كان واحد العياء، كانت لافاتيك، الدراري كيحسوا بأن راسهم تقال عيانين شوية، سي نورمال غادي يأثر عندنا هادشي. ومن مورا لاكوب كانوا دي ماتش متابعين، هادشي كنظن أنه أثر علينا بزاف وما خلاش البيرفورمانس هاد اللعاب ويكونوا في اللياقة ديالهم، وإن شاء الله نعوضوا في هاد لاتخيف هادي ونستعدوا ونوجدوا ونفرحوا الجمهور هذا في الكلمة ديالنا في الروتو إن شاء الله. Le derby, le petit derby de Casablanca entre le RAC et le, oui, entre le RAC et le UDA et entre le RAC et TAS. La première mi-temps était à notre portée. On a eu beaucoup d'occasions. Mais malheureusement, nous sommes allés à 1-0 à la mi-temps. En deuxième mi-temps, le RAC est venu, il a poussé, il a égalisé. Et le match est devenu encore plus difficile pour les deux équipes. Nous avons poussé. Mais malheureusement, on n'a pas réussi à trouver la faille. Mais ce fut un bon match. Félicitations aux deux équipes. Merci.